مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. ما فيها شيء، فطر وروح اشرب، تراك مسوي قبول السمك، لا وراه ولا قدامه، يعني بتغرفيه في 70 صحن وبطل الطين دي ولادش، انا باكلات اكلات رمضانيه تفتح النفس. ومن وين اجيب لك اكلات تفتح النفس؟ تحيد البيت يصفر ما في شيء. رمضان كريم، اتقدر تدبر صحون متروسه مني ومني. حوش ما تغيب تشتغل، وتشتري لنا اللي يكفنا منية الناس علينا، بدل ما ادبر الصحون مني ومني.
طايح في البيت من أربعة أشهر لا شغلة ولا مشغلة، تاكل وتحسد يدك في الطوفة. استغفر ربي يا بنت الحلال وقولي اللهم إني حرمة صايمة، لأن ما يستوي وإنتي صايمة تنقص على زوجك في هالطلبات، لكن أنا ولأني ريان صايم بتحملش وبثبتلش إني زوج مثالي، ولا إني بدبر صحون المدروسة مني ومني. صبر شوية. مني ومني. أشتاق حسوالفك يوم تسير عنا. مرح ما شاء الله عليك مرح. حاسين ببوتك حالنا يا عمي، انت اللي علمتنا وربيتنا وكبرتنا وتعبت علينا، ما نفرق معك بشيء عن طلال ولا هيثم ولا كيفر. وين اخوك الضابط سيف؟ وينه؟ من هذا اللي السلام عليكم. جماعة اياك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انت تبي تموت؟ وراك ما ترد ولا ما عايب انك الكلام؟ لحقوا علي، لحقوا علي، قاسم يقتلني، لحق علي، قاسم يقتلني، لحقوا علي، يا الشرطة، يا الشرطة، لحقوا علي ما يقتلني، لحقوا علي. ما صار شيء، ما صار شيء. مشت الشرطة؟ أظن أبونهم ما وقفوا، على أظني مارين لا بطريقهم. أصلا هذيك الساعة فرصتك أنت لو ناه منهم يكونوا يأدبوه. اللي متعود على أذية الناس صعب يتأدب. كيف؟ بتسكت عنه؟ وش تبوني أسوي له؟ وش تبوني أسوي له؟ خبروني. المشكلة إنه ما يستحي، واللي ما يستحي صعب تخلص مشاكله، صعب، فهموني. طالب بحقك يا قاسم، ما يستوي هذا السكوت اللي يشتغل عليك واحد مثل مرعي. كفاية إنه خسرك صحة ولدك وخسر ولدك مستقبله. أنا ما مستعيب غير من الله الوادم اللي تصدقه. الحين هو فهم اللوادم انه هو اللي مستاذي من قاسم، ما بكنا قاسم مستاذي منه، ويقول للوادم ليش ان قاسم مشامي شيخ مبارك، فخلاص هو اللي بيدافع عنه، وانا المسكين ما حد يتلفت علي. وهذا اللي مخلي يدي مكتوب. اخاف الناس تلومني، مره بيفكروا اني وقفتي مع قاسم لانه زوج اختي بس الله يرحمها، ما كانه مرعي خبيث وردي ردي. شفتك مرة ثانية قدام باب بيتي وحش ميولك حش. بعيد الشر، أنا وش سويت؟ ما تعرف وش سويت؟ لا. وين اللي وعدتني تجيبهن؟ من مدة وانت توعدني بيبهن بيبهن بيبهن، وينهن؟ شاطر بس تجيني حزة الأكل وتجيني تتدربح. وعدك إني ما أبات ليل لين ما ألقالك إياهن، بس أنت خلنا ندخل داخل نفطر وبعدين نفكر كيف. يلب ويهك من قدام بابي، وما بأشوف ويهك إلا والأوراق معك، فهمتني يا مسود الوجه؟ Thank you.
لازم تصدقيني. ما صدق. ريحتيني. ما بقى عندي حد أدافع عن نفسي عشانه. صغيرين تعالوا حبايبي، تعرفوهم اللي مكتوب أساميهم هني؟ ايه ونعرفهم، هذا بيتنا وهذا بيت جيراننا وهذا بيت عمنا. انزين حبيبي سيروا عطوهم، سيروا بارك الله فيكم، عاشوهم عاشوا. أشوف إيش باكر. خليني أجي معك. يا ريت حبيبتي، بس ما يستوي، وبعدين باكر ما بعيد. وينش يا ست؟ رياش في البيت استوت عندي شغيله، قضيت هويت عاد ما عصيده مسويتلش. منجدش انت ما عندش غير هالعصيده؟ حمدوا ربكم غيركم ما لاقي. انزين طرشيها حال اللي ما لاقي، عني يكون ما تعيبش عصيتي. لا ابوي تعيبني، لكن عاد ما كل يوم، على الاقل اعطينا اجازه اسبوع. شريفه باذن المغرب ونحن اللي نسولف ببيتش. انزين اتريا ولادي. سعد ببيتنا من العصر، وسما توبتي من المستشفى، وباقي الضابط سيف. ها وش عندش بعد؟ آه يا سيف، موتت حرمته كاسرة ظهر وفراقها ذابحنا، 3 سنين وهو في هالحالة. تعالوا وراي، براويكم مفاجأة. تعالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا دكتورة، انت جيتي في وقتش. ولاد تعالوا وراي، تعالوا. يبي يراويهم مفاجأة جديدة، اللي يكون لوحة جديدة. وينكم يا ولاد؟ الله تحركم بسرعة، يلا بسرعة. وايش رايكم؟ وايش رايكم في اسمي واسم ابوي واسم جدي؟ ابا كل الناس تعرف انا من، وابوي من، ويدي من.
اللوحة اللي برا مسويتنها ليلة وما كملت حتى الستة أشهر، وبعدين شكلها روعة. أكيد روعة، لأنها بخط ليلة ما شاء الله عليها، بس عاد ما واضحة بذاك الوضوح. يعني مثلا اسم أبوي مكتوب بشكل ما يخلي الواحد يشوفه من 5 أمتار، وهذا خطأ وخطأ كبير. وبهذه اللوحة هذه أنا صححت الخطأ. بصراحة يا عمي عندك هواية عجيبة وغريبة، يعني كل 6 أشهر بغير لك لوحة ومسوي لك لوحة جديدة. بس أنا بفهم شيء واحد، يعني ويش الحكمة من هذا؟ لوحة واحدة تسد. لا 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 لا، كذا كذا أوقع، كذا أوقع. روح الصالة واللوحة هذه بنعلقها بعدين. يلا تفضلوا تفضلوا. يمكن حد عقلنا، وهالحد ما ينقي عقل الورد غير قدام بابي. مرة يعقل الحاف ومرة عطر ومرة. أنا ما عارفة وش مغزى هالسالفة، لكن أخبرش بتي السالفة. باخذ الورد وبخليه على الطاولة، بصراحة شكله غاوي. سنين هالسالفة ما استوت، من أكثر من 15 سنة. أشوفها ردت من المقصود وحملها الورد. وزراعته تو نحن ممتلكين، وان شاء الله عقب العرس بزرع لك البيت ورد يا احلى ورد. ما بتشتكي عليه؟ الحمد لله ما صار شيء. راح يضبيه كيف ما استوى شيء؟ شوف شوف ابني كيف متروعه. ابوي انا ما بنسانه، ذي هذا روع. مبارك قلنا لك البنيه ما فيها شيء، خلاص انسى السالفه. شو ساخنت كيف انسى السالفة؟ روحي كلامك معاي بني. ترى اسمع، انا بمشي اشتكي عليه وببلغ عليه في الشرطه، والحين اعرفك ان بتتركض مسوي غبره ورايه عشان تنازل، لكن ببلغ عليه عناد اللك والمرعي. Thank you.
وين ضام منهن وين؟ وعم بثياب حوين شبابهن؟ حويش حويش. وراك يا بنت اشوفك قبل ابونك لان يارنا ذيل اسمه مرعي ما كف عينه عني وما في شيء اسمه حق ليره عشان يمنعه من هذه التصرفات ايش تبين اسوي فيه ايش تبين اسوي فيه اذبحه اقتله اخ اخ يا دلال ترفضيني يعني أني مرأي ترفضيني من بعد ما كنتي تحبيني من هين تحبك ها من هين تحبك وهي ما تطيق تشوف وجهك نحن عرفناك وعرفناها وهي ما تطيق تشوف وجهك وراك تكذب على عمرك وراك تكذب علينا انها تحبك وتموت فيك انت ايش تراك ايش تراك انت أني بنشدكم انتوا الحين صايمين صحيح يوم قالوا اللي يليسه ابليسه عمي مبارك انت تعرفني اني انسان طيب واحب ياري قاسم لكن هو من دل هيش فيه يكرهني وما يطيقني وانا ما سويت له شيء
الله، وش الروايح الحلوة؟ عندش دوام اليوم؟ بعد العشاء على طول، تعرفي لازم أنام مع الطالبات في السكن. بصراحة عملكم وايد مأساة. يعني توش رحت البيت وبعدش بتردي الدوام؟ أنا بفهم شيء واحد بس، يعني المشرفة لازم تظل 24 ساعة يومياً بالسبوع والسبوعين في سكن الطالبات أو بالكثير يومين. إن شاء الله قريب بيتغير الوضع، لأن مشكلة سكن الطالبات في مشرفتين بس والسكن فيه أكثر من 50 طالبة، عاد شوفي كم المشاكل والانشغالات اللي تتطلب التعامل مع هالعدد. بس مثل ما قلتلش ومثل ما وعدوني قريب بيتغير الوضع. من 14 وانت تقولي نفس الجملة. أشوفك ياي ما يايم شي، يعني بتموت إذا اشتغلت وكفيتنا من نية الناس، يعني استهوت لا شغلة ولا مشغلة. اللهم إني ريال صايم، تراش تعرفي مقدم حاكثر من وظيفة ودرياهم اتصلوا بي على حر من يمر. اشتغل مثل خلق الله، البحر خير وايد. بحر؟ تفضل يا ساجد. تفضل سيدي. تفضل يا عمي. تفضل. موزي مسوي له توزين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت بشو أخبارك يا صاحبي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ هلا حبيبي. السلام. السلام. الفطور لازم يكون فطور صحي. لايكم سويت لنا دوا في الشوربه. تفضلوا. ما شاء الله جابت لنا الوهن. الحين هذه طاوله افطار ولا كراسه رسم؟ اسكت انت، حتى في الرسم صار عليك وعلى. وينك يا جيفر؟ أنا هاليلسة بين أخوتك. سامحوني، مارو ما خلي سيف يفطر معي هاليومين، ضايق برضا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أشهد أن محمد رسول. أحلى خطة إنك تسوي طبخة واحدة وتوزعيها وبالمقابل تجيش أكثر من طبخة. أمبولنا من زمانات زمانات أهلنا وخاصة رمضان الوحدة منا ما تطبخ حبيتها وبس، اللي الطبخة توزعها على أهل الحارة ومن وين يبد يبد، وأهل الحارة وخاصة الحريم يردن القضى ويجيبن المتيسر. إلا أخذ في هالبسة حتى ما طرشت شيء. عمر الشقي، يعني اللي تاكله في بطنك من وين؟ ها؟ من عند أبوك الكحتة؟ هذه أختش وملزومة توقف معش. وانت؟ وش خانتك؟ الحمد لله رب العالمين. كلو كلو. تفضلي يا أم سعد. أحسنتي حبيبتي. أنتي مشكورة يا غير. مشكورة. صدق إن شيرة اللوز اللي في مزرعة أمش ثمرت؟ الحمد لله وأخيرا. إنزين عاد أبا منها. ما يهمش، أصلا أنا يا بتلش. أنا ما أعني اللوز، أعني لش شيرة اللوز أبا أعود منها أزرع في مزرعتنا. يا ليت، ماشي فايدة من زراعة عود. نشديني أنا. أنا زارعة أكثر من شيرة، من همبة وبيذام وزيتون وكل شيء إلا شجرة اللوز. عصة ما ترضى حد ياخذ منها. أبوي رحمة الله عليه يابها من الجبل الأخضر، يعني ما شغر تخليني أتعنى ويبليش قورة منك. بس لو زرعناها هني بتنقب؟ حويش ما بتنقب، أنا بعتني بها عناية مركزة ونعاش بعد. اللمة هذه ما نقصنا غير قيفر. أنا تأخرت على السكن ولازم أسير. من رخصتكم؟ إنزين يلا يا فهد بنسير عنك، أنا عماد عندنا موضوع ولازم نخلصه. سلام. شمشي أخوك يا إنك بفلوس علشان أصرف على أولادي. أولادي حرمتك توني معطينهم أكل وحالك أنت ما عندي. يوم ما عندك وإيش تسوي هني؟ من وين تبون أي فلوس؟ أسير أسرق؟ أبوك ما عنده وأنت ما عندك وحرمتي ما عندها. سير اشتغل. عطني فلوس. هات. قلت لك ما عندي. والفلوس اللي في الدرق؟ هذه فلوس الدكان، أمانة ما أقدر أخون فيها. أنت ما تشتغل ببلاش في الدكان، عطني من معاشك. معاشي راح بأغراض البيت. هوهو. Dad's grave. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oh, you're just too smart for your own good. I just needed a place to stay till he got back. Wish raykin tbandin el televizyon w tsir ngharbkin el dhakran shwaya. Cooperative, you were so damn clever. This whole thing would have played out differently. الفيلم وايد حلو ومن زمان كنت انتظره. أرجوك استاذة خليني أشوف شوي. دراستش أهم وأولى بالوقت اللي عندش. أهلش انتظروا شهادتش، يعني نهاية دراستش ما نهاية الفيلم. What happened to the lights? خلا قومي. صح يا أستاذ. وأنت من أهله. ما
وش هالمعزوفة الموسيقية الرهيبة اللي بتعزفها في المعرض؟ الموسيقى عذوبة ما فيها مجال للرهبة. خف عنك هالسوالف ويجيب البطاقات. وش هذا؟ أنا ولد الحلاو تعطيني بعشر ريالات يب عشرين. عشرين ريال في يومين؟ بصراحة وايد. أنت وين توديهن؟ الأخ بياع ولا مرشد استهلاكي؟ يب عشرين ريال وعشان تموت غم وقهر؟ لحظة. يب 25 ريال وعلى فكرة كلهن بخلصهن اليوم إن شاء الله. اليوم لازم تفوز اللي في بالي في التصويت لأنها بصراحة حلوة وصوتها يذبح يا ويلي. هلا با هلا. وإيش؟ لحظة 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 خلني أسجل لحظة شوي. أيوة. أقول أبوي بعد ما تبني قبلك الدكان كله زي منو مبين الراتب كله 120 ريال وراح بأغراض بيتكم. لا وكملها ولدك يبقى شل قراطيسه كل ما اعرف بكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ان شاء الله خلاص بييب بييب. Thank you.